وانا جايه هنا يا سيد اقول لك ان اوكرانيا ولا حاجه بالنسبه للجيش المصري. الجيش المصري وهغذي بقى القوميه المصريه دلوقتي، الناس اللي قاعده مستنيه تسمع الحكايه دي عن تاريخ الجيش المصري الحقيقي اللي قرر ان هو يدافع عن الحدود، مش قرر ان هو يدافع عن الكرسي اللي قاعد عليه سيادته. حابين نحكي لكم واحده من بطولات الجيش المصري، وحكايتنا حصلت في يوليو سنه 69 اثناء الحرب البارده بعد النكسة وقبل الانتصار في 73، في جزيرة صغيرة كده جوه خليج السويس اسمها الجزيرة الخضراء. كانت عاملة الجزيرة دي إزعاج للمحتل الإسرائيلي بعد هزيمة 67، فقرروا أن هم يضموها ليهم ويهاجموها باللي فيها. عدد الجنود والضباط، عدد الكتيبة اللي كانت موجودة جوه الجزيرة دي اللي هي الجزيرة المصرية كان قليل جداً، في مقابل القوات الضخمة اللي أرسلها الكيان المحتل لاحتلال هذه الجزيرة وضمها. الكتيبة اللي تم إرسالها كان فيها أكثر من 600 ضابط وعسكري بأسلحة ومعدات حربية بحرية كبيرة، ده غير القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا، واتحطت ساعة الصفر للهجوم اليوم والساعة اللي نزل فيها نيل أرمسترونج على سطح القمر. الدنيا كلها طبعا كانت مشغوله، كله بيتابع الحدث الغريب ده، واحنا وصلنا القمر في الوقت ده. يقرر الصهاينه ان هم يضموا الجزيره دي. بيحكي اللواء مجدي بشاره اللي كان نقيب وقتها وكان مسؤول عن الجزيره مع 5 مواقع اخرى وكان مقره في السويس، الراجل ده النقيب مجدي ده هو البطل بتاعنا، كان قاعد في السويس بيقول على الساعه 11 بالليل اتصل محمد عبد الحميد قائد الجزيره، قال له انه ملاحظ تحركات غريبه في الميه، وان تقديره انها ضفادع بشريه تابعه للعدو، وانه بيستاذن هذا الضابط المصري ان هو يتعامل معاهم باكبر قوه من النيران. وافق مجدي بشاره واداله الاذن بصد الهجوم، وهنا اتفتحت النيران ونيران جهنم على الجزيره. تعالوا كده نشوف الخريطه عشان بس هنحاول نفهم ايه اللي حصل بالظبط يوميها، والجزيره دي فين بالتحديد. الجزيره دي قريبه جدا جدا من السويس، جزيرة صغيرة جدا، ولكن قرر مجدي بشارة ان هو يدافع عنها وانها ما تنضمش للكيان المحتل. محمد عبد الحميد قائد الجزيرة ب 12 طلقة رشاش بدأوا ان هم يضربوا. طبعا محمد عبد الحميد اللي هو قائد الجزيرة اتصاب ب 12 طلقة، الجنود ربطوا له الاصابات ووقف كمل قتال لحد ما اغمى عليه من كتر النزيف واتصاب وراء النائب بتاعه محمد سعيد، وكمان استشهد مسؤول الاتصالات، وحتى ضابط البحريه المسؤول عن وقف هجوم الضفادع هو كمان استشهد، وما فضلش حد من قياده الموقع الا البطل مصطفى ابو سديره. مصطفى ابو سديره اللي رغم من اصابته والإصابة اللي حصلت له اثناء الهجوم وفتح النار، لكنه كمل قتال واتصل بقى بمين؟ بالبطل بتاعنا مجدي بشارة في السويس، وطلب أي إمدادات وإلا الموقع هيسقط في إيد الإسرائيليين. فما كان من مجدي بشارة إلا أنه يطلب النجدة من قائد الجيش الثالث، وهنا كانت المفاجأة الكبيرة بمقتل قوة النجدة كلها. اتصلوا بيهم وقالوا لهم ابعتوا لنا نجدة، بعتوا نجدة وقتلت كل هذه القوة وهم لسه في المية، لسه ما وصلوش للجزيرة. تعالوا كده نسمع شهادة مجدي بشارة هو بيحكي عن 45 شخص من قوات الصاعقة قتلوا في المية قبل ما يوصلوا جزيرة الخضرة. أنا طلبت نجدة من قائد الجيش، وقائد الجيش لبى، يعني كان اسمه اللواء أركان حرب محمد فايق البوريني قائد الجيش الثالث. طلع لانش مشكورا من ميناء الأدبية فيه 45 راجل بتاع صاعقة. مجرد ما اللانش اتحرك من ميناء الأدبية وبقى في عرض البحر ب 400-500 متر، قوات البحرية الإسرائيلية اللي محاصرة المنطقة هاجموا اللانش ودمروه وأبادوا كل من فيه واستشهد كل من فيه. قائد الموقع بيصرخ الحقني يا فندم الجزيرة هتقع، أنا ابتديت أحس دعار علينا لو الجزيرة وقعت، فإحنا عمالين نحارب استنزاف ونرفع في معنوياتنا وتيجي حاجة زي كده ياخدوا مننا أرض تاني، ده إيه ده؟ يعني مش ممكن. فطلبت نجدة، قائد الجيش قالها لي بصراحة كده، قال لي مستحيل ابعت حد تاني. عايزين بس نجيب صورة الجزيرة تاني معلش يا جماعة، عشان احنا لما قلنا كلمة جزيرة الناس توقعت أرض واسعة وشاسعة وخضراء شايفين الجزيرة عاملة ازاي؟ شايفين مساحة الجزيرة عاملة ازاي؟ هي دي الأرض
اللي اتقتل عشانها 45 واحد في الميه رايحين ينقذوا الضباط والعساكر اللي كانوا موجودين واللي اتقتلوا برضو هناك على ارض الجزيره. مجدي بشاره حس بمسؤوليه عن الجنود بعد ما اتقال له خلاص مستحيل ابعت لك تاني، انت في 45 اتقتلوا جوه الميه. قائد الجيش الثالث قال له مستحيل ابعت لك تاني. قرر مجدي انه يعمل عمليه انتحاريه وياخد قوه ويروح الجزيره، هو كل ده كان لسه في السويس. اخذ القوه وراح الجزيره مهما كان الثمن بقى، يتقتل هو كمان باللانش جوه الميه او يوصل ويقدر ان هو يقاوم قوات الاحتلال. خد معاه 30 بطل على لانشات مدنيه وراح على الجزيره. لما قرب طبعا معروف فتح الاسرائيليين النار عليه بشكل كبير ومات من فريقه 7. ولما قرب اكتر المصريين نفسهم اللي كانوا لسه على الجزيره فتحوا عليه النار كمان وهم فاكرينه مركب اسرائيلي، وسقط عدد تاني من الـ30 اللي كانوا رايحين لحد ما وصل بشاره في الاخر، وقبل ما يوصل وقف وصرخ وقال يا جماعه انا مجدي بشاره. قدر ان هو يوصل للجزيره واللي بقي معاه في اللانش وانضموا على زمايلهم عشان يقاوموا القوه الاسرائيليه. لكن رغم كده بيحس مجدي انه بسبب كثافه النيران وعدد الاسرائيليين الضخم، احنا اتكلمنا على كتيبه عددها 600 ضابط وجندي، عدد كبير جدا رايح يحتل هذه الجزيره الصغيره قوي القريبه من السويس. فطبعا حس مجدي ان الموقع هيسقط، فيقرر ان هو ياخد قرار انتحاري تاني ويتصل بقيادة الجيش التالت ويطلب منهم ان هم يدكوا الجزيرة باللي فيها بمدافع الجيش التالت بما فيها بقى من مصريين واسرائيليين، مش مشكلة كلنا نموت، المهم ان الارض دي ما تروحش للمحتل.